الأخ أبو خالد يقول شيخ ما معنى التقوى وما هي حدودها وهل تحصل التقوى للإنسان في جميع أحواله؟ التقوى يا أخي أن تجعل بينك وبين ما تخاف من عذاب الله وقاية من طاعة الله جل وعلا وتجنب محارم الله عز وجل، هذه هي التقوى، تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.